حطيها من على لسان تحفه. اوكي جميل قوي قوي قوي. في ستايل فرعوني شويه الموضوع ولا انا متهيألي؟ يعني هو ستايل فرعوني شويه، وفي نفس الوقت انا كنت عايزه حاجه رويال. يعني عايزه رويال طبعا برضو قوي. الكاب ده حسيت ملكيه انه رويال قوي بالظبط. كمان مش عايزه طرحه، فحسيت ان الكاب بيعوض مكان الطرحه. انا بحب اوفر اول، بحب الديزاين حلو برضو. في ميرميد بس ميرميد بتفتيحات طول، يعني الشكل بيكون مربك شويه في الاول، خصوصا ان هم مش جاي ميرميد من منطقه واحده كمان. انا بحب قوي اللعب بالقماش، يعني بحس انه بيوصل فكره معينه. امتى الستريس يبوظ الدرس، وامتى الستريس يحيي الدرس ويخليه شكله حلو؟ يبوظ الدرس لو هو كله ابيض، ابيض ساده. فالستريس بيكون لون غريب بيخليه شكله حلو لو داخل معاه اي ضي، سواء في البايت، البايت اللي هو مدور كده وفي لمعه بسيطه قوي، بيكون في بطانه القماشه مش بيكون ظاهر حتى، بيكون في البيز تحت. فده بيدخل معاه ستراس بيخليه لطيف، لكن الستراس في المجمل مع الابيض لا، هو زحمه، بيحتاج انه يكون في سيلفر بشكل ما، او في يعني لمعه في القماش او ايا كان، حاجه تاخد العين معاه، مش فجاه ابيض وبعدين في سيلفر في النص. بقى حلو جدا. ومتهيألي انه الحركه اللي معموله في الديل عند ميرنا دي تسهل الحركه على العروسه في الفرح كتير، انها بقى في الفيرست دانس العريس ما بيعرفش يرقص ابدا بسبب كبر الفستان. بتبقى صعبه جدا، يعني بنشوف مأساة. الجيبونة بتبقى كبيرة جدا جدا في العربية طبعا، بقى ازاي بنقعد وبنقلبها ورانا وكده. طبعا شكرا ميرنا جدا، عشان يعني الدرس خطير واكيد منتظره الفساتين التانية. عجبك قوي تحفه بجد. لا كلهم حلوين قوي قوي، وكلهم كل درس فيهم فيه فكره، في روح مختلفه عن التانية، وده معناه انه فعلا كل درس معمول لروح بنت مختلفه عن التانية، وليها احلام وطموحات غير اللي قبلها. وعجبني برضو فكره ان انت بتراعي حريه الحركه، وانه لو مثلا الديل ما يبقاش طويل قوي علشان الناس ما تدوس عليه. بس في الاخر باخد راي العروسه يعني دايما. انت حابه الديل عامل ازاي؟ عشان دي حته مهمه جدا. يا ريس بتجيلي انا عايز ديل 3 متر، متاكده؟ عايز 3 متر خلاص اوكي، انت اللي طلبتي ده. بس برضو بقترح دايما انه يكون ملموم الا في وقت السيشن عشان هتتبهدلي يعني. طبعا طبعا بالظبط. طيب احنا رضوى كمان جاهزه مش كده؟ طيب تمام. يبقى الدريسز اللي احنا شفناها دلوقتي دي زي ما قلت لك كده هي مثل حي على الاختلاف بالظبط. تمام. طيب لما بتيجي مثلا عروسه تقول لك بعد ما عملتي الفستان خلاص وكل حاجه، اتفقت معاكي على كل حاجه، تيجي تقول لك معلش اصلا العريس مش موافق على الفتحه دي، معلش اصلا العريس مش موافق على الظهر ده، فبتعملي ايه بقى؟ بتتصرفي بتلحقي الحاجات اللي زي دي ازاي؟ والله متضايق، مبدئيا متضايق، عشان بنكون الاول حاطين خطه كده للفستان ورسمين شكله، وانا فعلا بكون متحمسه وعايشه ده معاها. يعني انا لما بنزل اجيب الماتيريالز بصور العروسه وبتكلم معاها، بصي حاسه ممكن نحط دي هنا ونشيل دي ونزود تطريز شويه هنا، فانا بكون بتكلم في الفستان وانا بعني كل حاجه بتكلم عنها. بس اوقات ده بيحصل طبعا، بس يعني خلاص في الاخر ما عنديش اوبشنز، مش هقول لها الفستان اتعمل خلاص. يعني بيكون مهم قوي اني اطلع العميله من عندي مبسوطه وراضيه عن اللي هي لابساه ومرتاحه يعني. طيب حلو جدا. انت ما تعملتيش قبل كده مع العريس بنفسه؟ العريس بنفسه لا. مفيش حد عرضك للموقف ده خالص قبل كده؟ لا لا لا, لا احنا عايزين مثلا يجي يقول لك احنا عايزين حاجه تبقى مش عارف عامله شكل معين، مش عايزين مش عارف ايه الحاجات دي. لا هم البنات اللي بيقولوا يعني. اكد عليا ان خلي الحاجات مقفوله. اوكي ده حلو خالص. بالنسبه للاسعار برضو دي، ده شيء برضو أوكي. يعني اتكلمنا عن كل حاجه. نيجي بقى لاهم حاجه علشان الفستان يبقى بتاعي، فسعره ازاي برضو العروسه تعمل فستان شيك قوي كده والتكلفه ما تبقاش كبيره، او الاسعار ممكن تتراوح بين ايه وايه برضو في الفتره دي؟ بصي انا يعني مش حاطه باكجز للفساتين خالص، ولا اظن اني حابه اعمل ده، عشان انا في الاخر زي ما قلت لك انا بخلق علاقه بيني وبين العروسه. فانا برضو في اول قاعده بسالها عن حاجه مهمه جدا، عن بقول لها ان تكلفه الفستان كذا، بس انا محتاجه اعرف البادجت بتاعتك، لو هي اقل من التكلفه اللي قلت لك عليها وقتها انا هبدا اديكي اوبشنز، ما تخلينيش اخسر الفستان. تقدري تدفعي قد ايه بالظبط؟ يعني هقول لك مثلا ممكن نغير ماتيريال التول، لان التول انواع، في نوع ب 30 جنيه في نوع ب 950 جنيه. فانا اقدر اغير لك نوع التول سواء بقى اقل حاجه او وسط او اعلى حاجه على حسب انت البادجت بتاعتك عامله ازاي. فبكام دي بترجع للعروسه بصراحه.
ترجع يعني للبادجت بتاعت بتاعت العروسه. وانا في الاخر ما يعني ما بقولش العروسه انه لا انا اسفه السعر ده مش هينفعني، بس بقول لها كل حاجه هتغير ايه، يعني بقول لها ليه كان بكذا وليه دلوقتي بكذا وهي بتقرر. ده موضوع كبير جدا يعني. انت فاشن ديزاينر، الواحد بيبقى واخد يعني متخيل كده ان الفاشن ديزاينر ده على طول المقص في ايده وفي قلم هنا كده عشان بيعمل الحاجات وبتاع وخلاص، والحياه لذيذه مفيش اي حاجه، انما انت ده فيه تدقيق على كل شيء، من اول حلم البنت من وهي صغيره لحد البادجت بتاعتها، معاها فلوس قد ايه تقدر تعمل بيها فستان احلامها، وفي مشاوير قماش وفي تصوير وفي تفاصيل كتير. يس. عشان كمان انا بعمل ده كله لوحدي، فانا ما عنديش صنايعيه شغالين، فانا الفستان بيعني لي شغلي كله دلوقتي، لو شغاله في فستان فده كل اللي انا شغاله فيه، ف بيكون محتاج ياخد كل حاجه يعني. ما فيش حد مثلا جه مره قال لك لا مش هو ده اللي انا عايزاه، انت عملتي حاجه على مزاجك وبتتصرفي في الموقف ده ازاي؟ يعني اظن حصلت في يعني الافراح مرتين ثلاثه يعني، بيبقى خلاص فاضل يومين مرتين ثلاثه. بصي لازم اقول اني طول الوقت شخص متحمل المسؤوليه بشده تجاه شغله، يا رب ما حدش بيشوفنا بقى يستغل ده ويجي يقول انت تتحملي المسؤوليه وقلتي كده، لا مش عاجبني غيريه بقى من النهارده، ما فيش الكلام ده.